لقد دمرتك التحولات يا ديزيربي. برايتون ديزيربي واحد من امتع الفرق اللي هتتفرج عليها، بناء لعب واستحواذ وكره هجوميه ومهارات فرديه، يعني من الاخر متعه لا نهائيه. لكن احذر انك تتفرج عليه وهو بيلعب قصاد فرقه قويه دفاعيا وناجحه في التحولات، هتلاقي نتائج غير منطقيه وفضائح كرويه، زي مثلا الموسم الماضي ماتش مع ايفرتون 5-1، او ماتش مع نيوكاسل 4-1، او ماتش الموسم ده مع استون فيلا 6-1. لو هتقرر تشجع برايتون فخلي بالك، لان المبادئ اللي بيحاول يطبقها ديزيربي في الفريق هتخليك تفوز كتير وتستمتع بماتشات كتير، ولكن لازم هيجي ماتش من ثقل النتيجه اللي هتشيلها فيه هيخليك تبطل تتفرج على كره اصلا.